Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Home sweet home. Finally got home. Thanks very much for all my friends who called me, and I definitely, guys, I'll see you this vacation. I'm Abdulrahman Ramadan, and you're watching Let's Talk. في فيديو سريع هنبص على بعض الكلمات اللي ممكن تكون تايهة عن بعض الناس في نطقها وناس كتير تانية عارفة نطقها صحيح وهنعمل زي confirm ان هو ده النطق الصحيح ليها وهنستخدم بعض الجمل علشان تثبت اكتر وبالمرة هناخد ال advantage الجميلة دي ان احنا we'll try the new studio setup الاستوديو اللي نعمل في البيت we're trying to upgrade so we'll see how it goes you guys can let me know in the comments if you want so let's get started فأول كلمة من الكلمات اللي هنبص عليها النهاردة كلمة law الكلمة دي معناها القانون والنطق الصحيح بتاعها law مش low لأن low L-O-W that means منخفض this is low but this is law breaking the law is not a good idea breaking the law is not a good idea إنك تكسر القانون دي حاجة مش كويس أو الفكرة ذات نفسها مش كويس وتاني كلمة معانا في الليست كلمة كراتي كراتي في ناس كتير بتضعها كاراتي بس هي مش كاراتي هي كراتي وممكن تقولها كراتي كراتي okay but in the American accent with the American accent احنا بنقول عليها كراتي كراتي التي طبعا دي والاي بعد الكي مش لازم تضعها بضمير كاراتي لا يعني ممكن يعني النقطة بتاعها بتكون غير ملحوظ تماما بتكون كراتي كراتي Have you watched the latest Karate Kid movie فيلم Karate Kid ده جيدن سميث وجاكي تشان لو ما كنتش فرقت عليه اتفرج عليه قصة تعجبك جدا والفيلم أساسا تحفة وتالت كلمة معنا في الليست كلمة extra extra في ناس كتير طبعا بتقول عليها extra extra يعني بتبدأ كل حرف على حدة وهي هتتفهم ولكن في بعد التي بتبدأ زي تش extra extra لو انت عايز صوص على الاكل بتاعك زيادة بتقول may I get some extra sauce please may I get some extra sauce please extra والكلمة بعد كده معنا كلمة possible في ناس كتير بتقول عليها possible possible بس هي مش بو خالص اولا هي possible والعكس بتاعها طبعا كلمة impossible the latest mission impossible fallout movie it wasn't as good as the previous ones اخر فيلم بتاع Mission Impossible Fallout ما كانش حلو زي ما كان سلسلة افلام Mission Impossible اللي قبل كده في اخر كلمة معنا في الليست كلمة anxiety 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 دي معناها القلق هي noun اسم anxiety anxiety البرونسيشن ملوش علاقة بالليترز خالص هي الكلمة دي نطقها anxiety anxiety خد بالك علشان الصفة بتاعت الاسم ده اللي هو قلق اللي هو انك تكون الان يعني اسمها anxious anxious so anxiety having an anxiety is not a good thing try to clear up your mind having an anxiety is not a good thing try to clear up your mind انك تكون الان او عندك مرض القلق ده من حاجة مش كويسة try to clear up your mind حاول انك تصفي ذهنك anxiety and anxious وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو خمس كلمات عرفنا نطقهم صحيح ازاي فلو ما كنتش عارفهم فدلوقتي انت تعرفهم ولو كنت عارفهم فدلوقتي عملنا زي confirmation على نطق الكلمات دي So don't forget if this is your first time here please like our page on Facebook and subscribe to our channel on YouTube and I will leave you the link up here Thanks very much for watching guys and I hope you like the new setup and I'll see you next one Peace